ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسماء عيسى من قناه اكلتك. النهارده معانا حكايه اكله جديده وهو الكشري. يلا نشوف حكايه الكشري ايه. الكشري اكله مش مصريه، اكله هنديه. وصلت لمصر ازاي؟ وصلت في الحرب العالميه الاولى لما بريطانيا فرضت الحمايه البريطانيه على مصر عام 1914، وكان من بين القوات البريطانيين جنود من الهنود، وكان اسم الاكله وقتها كوتشري اللي احنا دلوقتي بنقول عليه كشري. ولان المصري طبعا عشب بطبعه واختلط بالجنود الهنود، والاكله انتقلت للمطبخ المصري، ومن هنا انتشر الكشري في كل انحاء مصر، حتى وصل لحي يسكنه بعض من الاقليه الايطاليون، وهم طبعا ما سكتوش، هم كمان راحوا ضافوا التطشات بتاعتهم وضافوا للكشري المكرونه. المصري طبعا ضاف الدقه اللي هي عباره عن الخل والثوم، ومن هنا بدا الكشري بقى يغزو مصر كلها. وبدأ الكشري بالطرق بتاعته اللي هي في الصلصة والدقة والتوابل بتاعتنا والحمص طبعا. من هنا بدأ الكشري بقى أكلة شعبية مصرية. طبعا الكشري بيختلف من بلد لبلد، يعني في مصر مثلا هنلاقي المكونات بتاعت الكشري بتاعتنا عبارة عن ايه؟ الرز والشعرية والعدس والمكرونات، وطبعا الحمص اللي احنا بننقعه قبل ما نبدأ في الأكلة بخمس ساعات، ونحط عليه الصلصة والدقة بتاعتنا وطبعا البصل بتاعنا. ده كده أكلة وجبة لوحدها متكاملة من غير أي إضافات، يعني مش ممكن ناكل جنبها أي حاجة، ممكن ناكل طبق الكشري من غير أي إضافات جنبه، بس اللي حابب ممكن يضيف سلطة. في بلاد الشام بقى الكشري عندهم اسمه المجدرة، وبيضيفوله زيت الزيتون وبيقدموه حار أو بارد، بس بياكلوا جنبه حاجة، يعني حاجة أساسية كده جنب الكشري، وهو اللبن الرايب. في بلاد العراق بقى بيقدموا الكشري ازاي؟ بيبقى عبارة عن الرز الابيض والعدس الاصفر، وبيضيفوا معاه حاجة اسمها كبة الحامض. الكبة الحامض دي يعني اكلة كده جنب الكشري. طبعا الكشري بيختلف، يعني رغم اختلافه في كل البلاد، لان الكشري المصري هيفضل مميز عند اي مواطن مصري او اي مواطن من اي بلد تانية. اي حد بيجي مصر يقول انا اول حاجة هعملها هاكل الكشري المصري. وبكده خلصت الحكاية بتاعتنا وحكاية اكلتنا. طبعا انا حبيت اقول حكاية الكشري، ان مفيش مصري ما بيحبش الكشري. نادرا جدا لما تلاقي حد يقول انا ما باكلش الكشري، لانه اكلة مصرية اصيلة، يعني معلش هو اصله هندي بس احنا اللي عملنا له الاضافات وخليناه اكلة مصرية. طبعا في حاجة تانية اللي هو الكشري الأصفر، ده بيبقى الرز والعدس الأصفر بتاعنا، وممكن برضو نعمل له إضافات زي الدقة بتاعت الكشري وزي الصلصة والبصل، وبيبقى جنبه طبعا سلطة وبيض ومخلل البتنجان. يعني كل أكلة كده بيبقى ليها مزاج في المود بتاعها، يعني لو هعمل كشري أصفر هعمل جنبه بيض مدحرج، سلطة الطماطم، هعمل جنبه بتنجان مخلل. كل الحاجات دي بتخلي الأكلة متكاملة وطعمها حلو. أشوفكم في أكلات جديدة وحكايات جديدة، وكل يوم أو كل فيديو هعمل حكاية أكل عشان نعرف الأكلة دي أصلها إيه وحكايتها إيه. يا رب تكون الحلقة النهاردة عجبتكم والحكاية تكون عجبتكم، وأشوفكم في وصفات جديدة وحلقات جديدة وقناة أكلتها. باي.